لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. تفادي لحدوث أي التباس لدى العموم فيما يخص استمرار اشتغال مصالح تصحيح الإمضاء والإشهادة على مطابقة نسخ لأصولها بالجامعة الترابية، كشفت المديرية العامة للجامعة الترابية وزارة الداخلية يوم الأربعاء أنه وجب التأكيد على أنها تظل مفتوحة للعمومة بالنسبة للوثائق والمستندات المؤطرة لعلاقة الأفراد مع القطاع الخاصة من أبناك وشركة قروض وشركة مشغلة أو لمعاملة الأفراد فيما بينهما كعقود البيع أو الكراء وغيرها، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأوضحت المديرية العامة للجامعة الترابية أن القانون رقم 5519 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية جاء بعدة مستجدات لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ومن أهمها تلك التي نصت عليها المادة 7 والمتعلقة بعدم مطالبة الإدارة للمرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلبة، وكذا عدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات. وتنطبق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 5519 فقط على القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة، سواء تعلق الأمر بالإدارة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الهيئات المكلفة بمهام المرفق العامة أو الجامعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليمها. نشكركم على حسن المتابعة.